تميز لسويسرا عن منطقة اليورو. فعل فراين متميز بقوة عن كل بلدين منطقة اليورو لوحدة سويسرا مع البانكينج سيستم تبعها. عم نشاهد البنوك السويسرية وكيف قوتها ومتانتها طبعا. وسويسرا كسويسرا عم نشاهد عم تتميز نوعا ما أكثر وأكثر عن كل الدول الأوروبية. فرنك السويسري منه للتذبذبات العالية. فرنك السويسري كمان الملاذ الأمن وعملة مهمة جدا بالاقتصاد العالمي. إذا كان هيدا الفرنك السويسري شفنا شاهدنا كيف ممكن كان عم يتحرك. بذهب من الفرنك السويسري إلى نخرج من العملات ونذهب إلى برميل النفط. يعني كان الذهب والبرميل نوعا ما ما عم بيصير في ارتفاعات البرميل مع الذهب. الذهب والدو جونز اللي بنتكلم أكثر كيف عم يفك الارتباطات. خلينا ناخذ بالفعل تحركات على البرميل. البرميل هبط هون عم شاهد 13 دولار شهادة من 87 هبوط قوي بفقط 4 أيام لل 74.5 عم شاهد 13 دولار وأكثر. تذبذب كان وقت حصل الألف نقطة تبع دو جونز كان فقط 3 دولار عم شاهد من تذبذب من 77.5 ل 74.5. حسيت كثير مع الأسواق العربية عم نتكلم فيها. البترول او اسعار الخام الخفيف طبعا من بيصير في اي هزه بسعر البرميل فورا بقطاع البتروكيماويات بكل الخليج بكل سوق من الخليج خصوصا بالسعوديه بتاثر بقوه بسعر البرميل. بيصير في هبوط قوي بما انه هو ذو ثقل قوي بالسوق ان كان سوق سعودي او غير سوق سعودي. قطاع البتروكيماويات اكيد حيأثر على المؤشر وحياخذوا نفس النفسيه وحيصير في هبوط قوي بالمؤشر قطاع. لكن هبوط البرميل بتروكيميكالز كتير بيتأثر هبوط للمؤشر نسبة للوزن قوي وجر كل القطاعات نفسيا نفس الأسلوب أو نفس السلوك. وإلى ما هناك السوق السعودي اللي هو محرك الأسواق الخليجية والعربية إذا كمان تأثر من القطاع البتروكيميكالز حيهبط حيهبط معه بمعظم الأوقات لأنه هي عم تكون قوية جدا بالهبوط عم تكون تقريبا قريبة من 100% اللي مسير في هبوط السوق السعودي مع كل الأسواق الخليجية. ما عم نشاهد على طول بالصعود عم يتميز أوقات أو مش بنفس قوة الصعود. إذا هبوط للبرميل هبوط للأسواق العربية شاهدنا هالشيء وقت الأزمة. إذا البرميل 87 74.5 مهم جدا هون كل 8 دولار تقريبا 10% عم نتكلم على سعر البرميل. إذا كان 8 دولار هي 10% إذا تقريبا هيك 8 دولار ونص 9 دولار هي حطوها براسكم 10% هبوط. عم شاهد أكثر من 10 دولار شاهدنا 13 دولار ونص يعني هبوط أكثر من 10% بخمس أيام. هي كانت جولة على البرميل. خليني فقط سويني النظر على دو جونز بعدين قبل ما ننهي البرنامج طبعا بس كنت بدي اتكلم عن دو جونز. دو جونز بهالمرحلة وعنا فكك ارتباطه مع العملات ماشي مع الدولار. معظم الوقت عم نشوف هبوط قوي للدولار وهبوط لما عم يصير في قوي للدولار. كنا شفنا صعود قوي للدو جونز بالمرحلة السابقة ولكن هالمرحلة عم نشوف صعود قوي للدولار والعملات عم تسوي هو عم يرجع يرد اوقات مع الدولار. ذهب ماشي على طول مع الدولار كمان عم نشاهد في نوعا ما من احيانا فك ارتباطات. خلينا نذهب الى ايميلات البرنامج. اول ايميل حيكون من خاين عبد الهادي من ليبيا. كمان بتشكروا على الايميل. بيسالنا عن ما هو التعهيد ما هي الفائده من اقامه مناطق التعهيد. حنتناول فقره بالحلقه مقبله عن هالافكار. ايميل حيكون مره ثانيه هلا ايميل جينا من خينا مصطفى سعيد كمان عن الذهب. يمكن هلا بهالحلقه شرحنا كثير عن الذهب. كان عم يسال انه كيف بيكون الانخفاض والارتفاع واوقات طبعا الذهب كيف عم يتحرك. ايميل رح يكون من بشرى الهريز من السعوديه كمان شكرا على الايميل كمان على الاستثمارات وكيف ممكن الاستثمارات. حيجينا ايميل كمان من سلطان حسني من لبنان وايضا بيتكلم عن الدراسة.
دراسات ومن بعد جامعة، يعني كان سي اف اي او ام بي اي، كمان تصور سي اف اي افضل بيقول من الام بي اي. طبعا الام بي اي باي وقت في واحد يعملها، سي اف اي مهم جدا وصعب اكتر من الام بي اي، خصوصا تاني سنه من السي اف اي الاصعب بين السنوات الثلاثه. الايميل التالت حيكون من الاخت لبنى من مصر، كمان عن اليورو، هبوط اليورو، شو اللي حصل، كمان ردينا على الايميل بقوه يمكن هالحلقه. وهون ايميل من الاخت ساره من لبنان، كمان عن الفوركس والعملات وكيف ممكن نتحرك. حلو السؤال عن اذا كان واحد معه 100 دولار او 500 دولار او 1000 دولار كيف ممكن يدير الحساب. بالحلقات المقبله انتظرونا عن هالايميل. سماح سيد من مصر ايضا، شكرا جزيلا على هالايميل. ومضاربات 40 و100 نقطه كمان رح نرجع نتناولون. وليد يوسف عن شركه الفوركس مره جديده، وخينا حسام صلاح من السعودية عن فيبوناتشي، كمان رح نتناول فيبوناتشي. وهون عنا إيميلات كمان كلام عن العملات بأمريكا الكشمير رح نتناولها، والعملات الأجنبية كلها فوركس عم بيكون كمان. هون شاهدنا إيميلات مشاهدينا، ما بقى